تاني محاضرة مطلوب تجمعها هي استراتيجيات التصنيع. في الجزء بتاع استراتيجيات التصنيع هنتكلم اولا استراتيجية التصنيع المتعلقة بملكية المشروعات، ثانيا استراتيجية التصنيع المتعلقة بنوع الصناعات، ثالثا استراتيجية التصنيع المتعلقة بالفن الانتاجي المستخدم، رابعا استراتيجية التصنيع المتعلقة بالسوق المستهدفة في عملية التصنيع. النقط دي هتجمع لي عنها زي ما هكلمك بالتفصيل شوية في السلايد الجاية. أول استراتيجية عندي استراتيجية التصنيع المتعلقة بملكية المشروع، ملكية الخاصة أو العام. بيختلف دور وحجم القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي في نمو قطاع الصناعة، ده طبقا لعدة أسباب. أول حاجة النظام الاقتصادي السائد في المجتمع، سواء نظام رأسمالي أو اشتراكي أو مقترض. فبنجد النظام الرأسمالي بيرتفع فيه الأهمية النسبية بالنسبة للقطاع الخاص والمشروعات، لكن في النظام الاشتراكي بيلعب القطاع العام الحكومي هو الدور الأهم. في مرحلة النمو الاقتصادي بيحتاج الاقتصاد لدخل الحكومة في نشاط الاقتصادي في بداية مرحلة النمو، لكن مع إنشاء المشروعات وزيادة النمو الاقتصادي بتزيد قدرة القطاع الخاص وترتفع أهميتها النسبية. بالنسبة لنوع الصناعات اللي يتم إقامتها، صناعات ثقيلة أو خفيفة، القطاع الخاص بيقبل على الصناعات الخفيفة اللي هي الصناعات الاستهلاكية، لكن الصناعات الثقيلة بيقوم بيها الحكومة، ده من خلال مشروعات القطاع العام. تاني استراتيجية استراتيجية التصنيع المتعلقة بنوع الصناعات، تصنيع الخفيف أو الثقيل. الاستراتيجية دي فيها عندي هنا استراتيجية التصنيع الخفيف اللي هي صناعات استهلاكية ثم وسيطة ثم ثقيلة، والنمط التصنيع ده اتبعته الدول الصناعية الغربية. هو بتركز ان هو بيبدأ بإقامة صناعات استهلاكية خفيفة زي الملابس والأغذية لحد ما يتوفر عليها الطلب في السوق، وينتقل بعد كده لإقامة صناعات السلع الوسيطة وهي الصناعات اللي بتنتج مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الأخرى، وبعد كده بينتقل في النهاية لإقامة الصناعات الرأسمالية الثقيلة. هي استراتيجية استراتيجية التصنيع الثقيل، الصناعات الثقيلة أولا، والنمط ده التصنيع بيتبعه الدول الاشتراكية، بيركز إن هو بيبدأ التنمية وإقامة الصناعات الرأسمالية الثقيلة زي آلات ومعدات على أساس إن هو بيوفر العرض من تلك السلع الرأسمالية، فده هيولد له طلب عليها مستقبلا لأنه هيشجع على إقامة الصناعات الاستهلاكية والوسيطة. طيب في عوامل عندي هنا بتأثر على نمط الاختيار بين التصنيع الخفيف والثقيل، العوامل دي اللي هي حجم السوق وتوفر المواد الأولية وتوفر البنية الأساسية في المجتمع. ثالث استراتيجية استراتيجية التصنيع متعلقة بالفن الإنتاجي المستخدم، كثيف العمل أو كثيف رأس المال. بيعبر الفن الإنتاجي المستخدم عن نسب عناصر الإنتاج المستخدمة في عمليات الإنتاج. فعندي فن إنتاجي كثيف العمل، ده بيعتمد على عنصر العمل درجة أكبر من استخدام عنصر رأس المال، وكثيف رأس المال ده بيعتمد على رأس المال بدرجة أكبر من استخدام عنصر العمل. العوامل اللي بتوقف عليها عملية الاختيار بين فن إنتاجي كثيف العمل وكثيف رأس المال، العوامل دي الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج، نوع الصناعات اللي تم إقامتها، مدى إمكانية وسهولة الإحلال بين عناصر الإنتاج في عملية إنتاج السلع. طبعا استراتيجية التصنيع المتعلقة بالسوق المستهدفة في عملية التصنيع. أول حاجة فيها استراتيجية التصنيع لإحلال محل الواردات، وده معناه إن أنا بنتج سلع محليا عشان تحل محل السلع المستوردة من الخارج واللي كان ممكن إن أنا أستوردها لو أنا مقمتش بالإنتاج ده. تاني نقطة عندي استراتيجية التصنيع للتصدير، وفي أسس بتقوم عليها هذه الاستراتيجية، إن هو بيشجع إقامة صناعات بغرض التصدير للسوق الخارجي بالإضافة إن هو يشبع حاجة السوق المحلي، وإن هو يشجع رأس المال الأجنبي إن هو يشارك في الاستثمارات ويقيم صناعات تصديرية داخل الدول النامية.